اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة كتابين، الأول عنوانه إخبار العلماء بأخبار الحكماء لمؤلفه علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، أما الكتاب الثاني فعنوانه نزهة الألباء في طبقات الأدباء لمؤلفه أبي البركات كمال الدين عبد الرحمن ابن محمد الأنباري. وهذا الكتاب يعتبر من المؤلفات والكتب التي شاع فضلها وسار ذكرها بين المتأدبين. على صغر حجمه وغزارة مادته، فإن كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء قد حوى من الحقائق الأدبية والمعارف التاريخية ونصوص الشعر والتعريف بالكتب وطرائف الأخبار ما لم يجتمع في كتاب، هذا مع القصد في القول والابتعاد عن الحشو والفضول، ما جعله مرجع الباحثين ومراد الدارسين، وخاصة المعنيين بأعلام اللغة والأدب ونشأة النحو ومدارسه في البصرة والكوفة وبغداد، كما ذكر مؤلفه فيه أعيان الأدباء ومعارفهم وأحوالهم وزمانهم، مع ذكر من قاربهم في الفضل والإتقان. لقد أخذ ابن الأنباري عن الذين سبقوه من كتاب الطبقات والتراجم، وأصبح كتابه هذا مصدراً مهماً في تاريخ من ترجم لهم من المتأخرين وممن عصرهم. من الأدباء واللغويين الذين يذكرهم الكتاب ويورد الكثير من أخبارهم النحوي البصري أبو سعيد الأصمعي، جاء فيه: وأما الأصمعي فهو عبد الملك بن قريب، واسم قريب عاصم، ويكنى أبا بكر بن عبد الله بن أصمع، وكان صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار والملح. وقال عمر بن شبة: سمعت الأصمعي يقول أحفظ 16,000 أرجوزة، ويقال كان الرشيد يسميه شيطان الشعر. وقال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وخلف، فقلت أيهما كان أعلم؟ فقال الأصمعي، لأنه كان نحوياً. لمؤلف الكتاب هذا ابن الأنباري ما يقارب 80 مؤلفاً في النحو واللغة والتراجم والآداب والفقه وعلم الكلام، وكان كإنسان ورعاً زاهداً منقطعاً للتأليف والدرس. وكانت الناس لا تعرف إلا مصنفاته وكتبه، ولا تلتقي به إلا في مجالس العلم والمذاكرة، وحسبه من التاريخ أن سارت كتبه في البلاد وتدارسها الناس على مر الأجيال، وغنيت بها الخزائن ودور الكتب في كل مكان. كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء، المؤلف أبو البركات كمال الدين الأنباري، المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم، من إصدارات المكتبة العصرية بيروت. وأنتقل الآن إلى الكتاب الآخر في هذه الإطلالة القرائية، وأعني به كما ذكرت في البداية إخبار العلماء بأخبار الحكماء لمؤلفه علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، وإطلالة سريعة على هذا الكتاب. المعروف عن القفطي أنه كان شغوفاً بالكتب والقراءة، فهو ذلك المؤرخ الذي كان صاحب أكبر خزانة كتب في حلب في القرن السابع الهجري، حيث كان داره قبلة للوراقين ومقصدا للناسخين يجلبون له الكتب من كل حدب وصوب، حتى إنه يروى أنه مرض مرضا شديدا لبضع صفحات ضاعت من كتاب مخطوط بخط صاحبه اجتهد في الحصول عليه، وكان يفخر بأنه اقتنى كتابا من ناسخ مشهور أو عثر على نسخة فريدة لا توجد عند سواه. في هذا الكتاب يجمع القفطي بين ما قرأه وما سمعه
بين التاريخ وبعض الأساطير والمرويات الشفهية، ويورد ترجمة ل414 فيلسوفا وطبيبا منذ البدايات وحتى عصر المؤلف. في هذه التراجم التي يوردها المؤلف في كتابه، يتعرف القارئ على كثير من الأدباء والعلماء والحكماء، ربما أغفلت ذكرهم المصادر والمراجع، وربما كانت سيرتهم فيها عبارة عن نتف صغيرة. نقرأ مثلا في حرف التاء: توفيق بن محمد ابن الحسين ابن عبد الله بن محمد، أصله من المغرب، يكنى أبا محمد، وكان ساكنا بدمشق، مهندس منجم أديب، كان من تلامذته بدمشق مشايخ يصفونه بالعلم والفهم، وكان معلما وله تصانيف وشعر. ومحمد بن نصر بن صغير القيصراني الشاعر أحد تلامذته في الحكمة والأدب، وكانت وفاته بدمشق في صفر سنة 1650. يتنقل المؤلف في هذا الكتاب بين حكماء العرب واليونان والهند، التي يقول عنها إنها أمة كثيرة العدد فخمة الممالك، قد اعترف لها بالحكمة وأقر بالتبريز في فنون المعرفة كل الملل السالفة. تتعدد الترجمات في أعمال القفطي، فهو ينطلق من البدايات ثم يتجول بنا في مختلف العصور والبلدان، ولديه ولع خاص بالحكمة والأدب، وحديثه عن خزائن وأسواق الكتب التي كان يشاهدها في المدن التي زارها، ومكتبات المنازل التي استضافه فيها أصحابها، والوراقين الذين تعامل معهم، كل ذلك يؤكد انتشار ثقافة الكتاب والسعي إليه والرغبة في الحصول عليه في القرن السابع الهجري. كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تأليف علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، تحقيق عارف أحمد عبد الغني، من إصدارات دار العرب ودار نور حوران دمشق.